هجوم مرتد لشباب الريف الحسيمي من عقبال تحميل الخطورة فرصة 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 جول إذن هدف هدف لفريق شباب الريف الحسيمي ينهي من خلاله الأمان والتطلعات ديال فريق شباب أطلس خنيفرة بهدف ياتي في وقت قاتل هدف ياتي في وقت قاتل والمسجل هو الصابر الغنشاوي إذن الصابر الغنشاوي في حدود دقيقة 89 يمنح هدف مهم هدف مهم بطعم ثلاثة نقاط والف